أحسن الله إليكم. هذا مستمع بعث رسالة ضمنها عددا من الأسئلة، يقول فيها: ما رأي فضيلتكم في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ إحياء علوم الدين للغزالي فيه فوائد وفيه دواهي وأخطاء فادحة، لأن الرجل دخل في التصوف والفلسفة فتأثر بهما تأثرا بالغا، فهو خلط في هذا الكتاب بين حق وباطل وبين صحيح وخطأ، فهو كتاب يشتمل على كثير من الترهات وأباطيل الصوفية والفلاسفة، فلا يجوز الاطلاع عليه إلا لأهل الاختصاص وأهل العلم الذين يميزون بين الحق والباطل وبين الغف والسمين. نعم.